السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار التاسعة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. أبدأها بأبرز العناوين. جامعة الخليج العربي تنظم المؤتمر الدولي للعلاج الجيني والطب التجريدي بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين العالميين. افتتاح معرضا لمخطوطات تاريخية وكتب نادرة تعود لأكثر من 400 عام في المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي. والاسطبلات المحلية تواصل استعدادها للمشاركة في بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الدولية لسباق القدرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل التاسعة. افتتح رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة أعمال المؤتمر الدولي حول التطبيقات الحالية والمستقبلية للعلاج الجيني والطب التجريدي بتنظيم من جامعة الخليج العربي وبمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والأكاديميين والباحثين العالميين. وأشار رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي أن تنظيم جامعة الخليج العربي لهذا المؤتمر يهدف إلى رفد مجتمع الخليج العربي بعلوم المستقبل والتي تعنى في ابتكار حلول جذرية للعديد من الأمراض. نظمت جمعية التمريض البحرينية فعالية تحت عنوان وداعا للسمنة، وذلك احتفاء باليوم العالمي للسمنة وإيمانا منها بأهمية زيادة الوعي الصحي لدى مختلف فئات المجتمع، حيث شهدت الفعالية إقبالا لافتا من المواطنين والمقيمين للمشاركة بمختلف المنصات التثقيفية والتي تهدف إلى نشر الوعي ودور الصحة النفسية وتأثيرها على انتشار السمنة ودور الوعي الصحي لدى الأفراد ومعرفة الأسباب المؤدية إلى السمنة ومخاطرها ونشر تثقيف المشاركين. افتتح معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي في المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي معرضا لمخطوطات تاريخية وكتب نادرة يبلغ عمر البعض منها أكثر من 400 عام من مقتنيات المرحوم أمين محمد العامر، وهي مهداة من قبل عائلته لمركز عيسى الثقافي. وأشار الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة إلى أن المعرض يتضمن 180 كتابا و15 عنوانا نادرا وأربعة مخطوطات تاريخية متعلقة بالتاريخ الإسلامي والأدبي ومخطوطات وكتب تتضمن آيات قرآنية وروايات قديمة.
مشاهدينا التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. جامعة البحرين تكرم فرقها الرياضية بعد حصدها الذهب في دوري الجامعات. تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الرئيس والفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، تواصل الاسطبلات المحلية استعدادها للمشاركة في بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الدولية لسباق القدرة، والتي ستقام يومي 18 و19 من مارس الحالي في قرية البحرين الدولية للقدرة. ويواصل اسطبل مدرسة المحرق تدريباته بقيادة مدربة أحمد يوسف، حيث وصل الفريق إلى كامل الجاهزية لخوض البطولة. استعداداتنا حق بطولة سمو الشيخ ناصر، عندنا فرسان يداد إن شاء الله أول مرة بتركب 120، قاعد نجهزها حق موسم الجاي. عندنا 6 رؤوس حق ال 120، كلهم فرسان مبتدئين في ال 120، ان شاء الله اول مره بيشاركون، ونتمنى لهم التوفيق، ونطمح ان شاء الله حق المراكز التوب 10. والعام احنا شاركنا في بطوله سمو الشيخ ناصر، يبنى المركز 12، وان شاء الله هالسنه نتمنى الافضل بفضل الله، بفضل مدربنا كابتن احمد والمساعد المدرب يوسف احمد، قدرنا نعد ونجهز خيلنا حق بطوله سمو الشيخ ناصر. تماريننا اليومية ومنفوحين منه وكل شيء، أحس يعني إحنا كامل جهوزيتنا إن شاء الله. شاركت في نفس هالبطولة في الموسم اللي طاف، لكن استبعدت في آخر مرحلة مع حصان ثاني، وهالموسم إن شاء الله رادين أقوى بحصان ثاني، إن شاء الله نكون على أتم استعداد. أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن تقديره لدعم مجموعة نواف محمد الجشي لبطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للقدرة، حيث أكد سعادة السيد نواف محمد الجشي الرئيس التنفيذي لمجموعة نواف محمد الجشي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تطوير رياضة القدرة مصدر فخر واعتزاز لكافة الرياضيين، مشيدا بجهود سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة في مواصلة تطوير رياضة القدرة وحرص الاتحاد على بذل الجهود لتحقيق النجاح في البطولة. كرمت رئيسة جامعة البحرين دكتورة جواهر بن شاهين المضحكي فرق جامعة البحرين الرياضية المشاركة في دورة الجامعات للموسم 2021-2022 الذي نظمه الاتحاد البحريني للمدارس والجامعات، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات الدكتور الشيخ صقر بن سلمان الخليفة. وخلال حفل التكريم أكدت الدكتورة المضحكي على أن لقب دوري كرة السلة ولقب دوري كرة الطائرة يمنح الجامعة المسؤولية تجاه الطلبة اللاعبين بتوفير المزيد من الدعم والمساندة وتحقيق أفضل الإنجازات بشكل دائم ومستمر. تنظم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبالتعاون مع مدينة التنين المعرض السنوي للأسر المنتجة، والذي سيقام من 17 من مارس وحتى 1 أبريل لعام 2022. هذا ويحتوي المعرض على مجموعة من السلع والبضائع إلى جانب المشغولات والمنتجات المحلية واليدوية. تهدف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من خلال هذا المعرض إلى فتح الآفاق وتوفير الدعم المناسب للأسر المنتسبة وتطوير مهاراتها ومساندتها في تحسين مستوى المعيشة. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين.
نهاية أخبار التاسعة، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV & راديو. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى